أحزان تتجدد في الذكرى لأم الجرائم، حيث نظمت أمانة العاصمة فعالية في مسرح الجريمة بالصالة الكبرى بصنعاء. طالب خلالها أهل الشهداء والجرحى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتقديم مرتكبي الجريمة للعدالة الدولية. جريمة النكرة خلدت يوم 8 أكتوبر 2016 في ذاكرة اليمنيين كأبشع جريمة ارتكبها العدوان بحق الشعب اليمني باستهدافه مجلس عزاء لتحيل أجساد المعزين إلى أشلاء متناثرة في الصالة الكبرى. جموع من اليمنيين أحيوا هذه الذكرى الأولى لليوم الأسود في مسرح الجريمة بصنعاء. حرماً سيأتي اليوم الذي يحاسب فيه مرتكبيها أمام المحاكم الدولية إن عادلاً أو آجلاً. ناهيك عن كون تلك الجرائم والمجازر ستظل عالقة في ذاكرة الأجيال التي لم ولن تنسى بشاعة ما ارتكبه هذا العدوان بحق اليمنيين من قتل وتدمير وحصار وتدوير دون أي مبرر، وفي انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية. معاناتنا كأبناء وأسر وذوي الشهداء والجرحى كانت وما زالت أكبر وأعمق، وكانت خسارتنا لا توصف ولا تقدر بثمن، وإن آثارها النفسية المؤلمة وما زالت مسيطرة على الجميع ولا يمكن لنا نسيانها أو تجاوزها بأي حال، وستظل راسخة في أذهان جيلنا الحاضر والأجيال القادمة. جرح الصالة الكبرى الشهداء الأحياء كانوا حاضرين لاستنكار بشاعة الجريمة في ذكراها الأولى، مستنكرين الصمت الدولي إزاء ما يتعرض له اليمنيون والدور الأممي المتخاذل تجاه الانتهاكات والجرائم المتواصلة بحق الإنسانية في اليمن. نحن نستحضر تلك المجزرة المروعة والتي لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل هذا العدوان، فما زال هذا العدوان يتمادى وينتهك كل الحقوق والحريات عدوانا منه يستهدف الإنسان والإنسانية. عدد من ممثلي السفارات ومنظمات المجتمع المدني شاركوا اليمنيين في فعاليتهم التي تضمنت معرض لشهداء الصالة الكبرى. أيضا ممثلو المنظمات المدنية عبروا عن استيائهم من تخاذل المجتمع الدولي وتنصل منظمته الحقوقية عن محاسبة مرتكبي هذه الجريمة التي اعترفت السعودية بارتكابها كأبشع جريمة لم يشهد لها التاريخ مثيلا. والمنظمة اليوم وهي تدين العدوان السعودي الغاشم المستمر على شعبنا اليمني من قبل تحالف عدوان الشر تطالب بسرعة إيقاف هذه الحرب الغبية وحقن دماء اليمنيين والاحتكام إلى العقل والمنطق والحكمة اليمانية، وتدعو المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته لإيقاف الحرب وفقا لخطة العمل الكونية للتنمية المستدامة 2030. الجميع هنا يترحم على الشهداء معبرين عن حزنهم بوضع أكاليل من الزهور في مسرح الجريمة، وآخرين يعلقون صور شهداء الوطن في هذه المذبحة الإجرامية التي ارتكبها العدوان السعودي وتضاف إلى قائمة رصيده الإجرامي بحق اليمنيين. سيبقى هذا المكان شاهد على أبشع جريمة ارتكبها العدوان السعودي بحق مجلس عزاء في الصالة الكبرى في العاصمة صنعاء. الأهالي ينتظرون قصاصا عاجل في من خطط ونفذ لهذه الجريمة النكراء ومحاكمة العدوان السعودي الغاشم. مختار الخطيب، اليمن اليوم، من أمام الصالة الكبرى صنعاء. في الذكرى الأولى لجريمة